تعادل المنتخب البرازيلي سلبيا مع نظيره الفنزويلي في المباراة التي جمعتهما على ملعب أرينا فونتينوفا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا التي يستضيفها السيليساو. هذا وألغى حكم المباراة 3 أهداف للمنتخب البرازيلي بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو. وبهذه النتيجة يحتل المنتخب البرازيلي المركز الأول برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب فنزويلا المركز الثالث برصيد 2 نقطة بجدول ترتيب المجموعة.